أنقذ العراق. لا يستعجل العراقي الموت شوقا ولا كورونا الفاعل متقصدا شعب العراق، إنما هو استهتار معجون بالجهل، والجهل منظومة أقحم شعب المعرفة فيه. عرب وباعوا روحهم، لكن هذه المرة باستهتار دفع بهم إلى الهاوية، حتى أصبح العراق بؤرة خطيرة في الشرق الأوسط. كورونا وجد له مرتعا في العراق. لا بنية تحتية صحية ولا التزام جدي من المواطنين، أسباب تزهق الأرواح، وعداد الوفيات والإصابات آخذ في تسارع خطير، إلى أن وصل بحسب لجنة الإنقاذ الدولية إلى انتشار ما نسبته 600%. اللجنة كشفت عن عدد الحالات المؤكدة، والذي وصل إلى أكثر من 53 ألف حالة في الأول من الشهر الحالي، فيما كان العدد الإجمالي 6868 حالة في الأول من شهر حزيران الماضي. الاحتجاج من جهة، والاستهتار بالوقاية من جهة، وانشغال العراق بالميليشيات وملفات الفساد، كل ذلك يمنح كورونا الضوء الأخضر في حصد مزيد من الأرواح وانتشار العدوى بشكل كبير. في المقابل يحارب الكاظم انتشار كوفيد-19 بافتتاح مستشفى العطاء بمدينة الصدر بسعة 325 سريرا تخصص لعلاج مرضى كورونا، فيما العامل الأول المطلوب هو وعي العراقي لإنجاح المواجهة مع الفيروس المستجد.